سكوترك يلا خلا. لا لا بروح ماشي أسهل. شورك ما قلت لك نروح بالسكوتر حسن؟ أتى وصل قدم حضر جاب العيد جابة جاب العيد جابة جاب العيد جابة. تعال بقاسمك من اللي معي حصلت واجد. ورحمة الله وبركاته. يعني كان مفترض أني أنزل فيديو عن موضوع آخر، بس بما أنه هو منتصف شهر رمضان بكرة يبدأ وعندنا فعالية في عمان في معظم مناطق الساحل وفي معظم مناطق أو المناطق الساحلية في الخليج العربي، يمكن البعض يعرفها. هذا الكلام موجه لخارج عمان أو خارج الخليج العربي. فيها عندنا مناسبة من كل نصف رمضان اسمها في عمان يسموها قرنقشوف، في بقية الخليج يرجعان يرجعو على حسب المناطق، في الكويت قطر البحرين الإمارات والمنطقة الشرقية في المملكة العربية السعودية. طبعا يمكن شفتوا الفيديو اللي قبل أدخل كذا عليكم بالعرض، شفت الفيديو هذا واحدة من الدعايات اللي عملتها واحدة من الشركات بدون ذكر أسماء، ما أريد نسوي لها دعاية. إذا ما شفته شوفها في حسابي في السناب شات، بتشوف الرابط هنا فوق تحت أي مكان بحط لكم إياه. هذه المناسبة يعني سنويا، وسنويا تخلق لنا نوع من الجدل، هل هي حلال؟ طبعا سنويا تطلع الفتاوي وتطلع الحاجات الغريبة العجيبة، مع انه الاجابة واضحة. يعني هذه ليست عبادة على اساس انك تسأل عن حلية وحرمة الموضوع، ليست عبادة، مجرد عادة اجتماعية يمارسها الاطفال في وقت معين ما يتجاوز فيها الحدود الشرعية والقانونية. وركز هنا على الحدود الشرعية والقانونية، لأن البعض يريد يعني يحاول أنه يحرم هذه الأشياء فقط لأنها ما وجدت في المجتمع أو في البيئة التي تربى فيها. بالمختصر المفيد، إذا العادة ما كانت موجودة عندك لا يعني أنها مش موجودة في العالم. طبعا أنا راح أتكلم كثير ويمكن هذا الفيديو راح يكون على جزئين أو ثلاثة، بس أحاول أني أنا أتكلم.